نعم، الجيش الإسرائيلي كان فرض طوقا أمنيا شاملا على مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعنى أن كل الفلسطينيين من يحملون تصاريح العمل ممنوعون من الدخول، أو يحملون تصاريح شخصيات هامة وتصاريح أخرى ممنوعون من ذلك. الفئة المتضررة من هذا الإغلاق الإسرائيلي هم فئة العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر وداخل مدينة القدس المحتلة، حيث أن هذا الإغلاق وهذا العيد يفرض عليهم إجازة قصرية فعليا حتى يعني لا يتمكنوا من الذهاب لقوت يومهم، حيث أن العامل الفلسطيني أيضا يحصل على قوت يومه بشكل يومي، وهو أيضا يعني يؤثر فيه من خلال عدم عمله في هذا اليوم الذي لا تحسبه أيضا أو لا يحسبه المشغل الإسرائيلي العامل الفلسطيني. بطبيعة الحال كل المعابر والحواجز الإسرائيلية مغلقة في وجه الفلسطينيين من حملة التصاريح، هي بطبيعة الحال لا تدخل الفلسطينيين من غير حملة التصاريح على الإطلاق إلى مدينة القدس أو إلى داخل الخط الأخضر. على صعيد التحركات السياسية الفلسطينية، هذا المساء ستصل مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى الأراضي الفلسطينية، ستجتمع مع الرئيس الفلسطيني أو مع القيادة الفلسطينية، سيكون مدار البحث والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، وما حصل من اقتحامات تؤدي إلى توتر، وكذلك الأوضاع المتوترة أصلا على حدود قطاع غزة بين إسرائيل وقطاع غزة. هذه الأمور فعليا دفعت أيضا وزير أو رئيس الوزراء الفلسطيني للمطالبة بوقف الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة التحرك الدولي العاجل لإنقاذ المدينة المقدسة ووقف التصعيد الإسرائيلي في مختلف الأراضي الفلسطينية.